تزامنا مع تنامي انتفاضة الشعب الإيراني، أقيم يوم السبت 19 من شباط فبراير عام 2010 مؤتمر حاشد في واشنطن تحت شعار الشرق الأوسط في مرحلة الانتقال وآفاق إيران المستقبلية، بمشاركة مسؤولين كبار في حكومات بوش وكلينتون وأوباما، حيث أكدوا ضرورة دعم انتفاضة الشعب الإيراني للتغيير الديمقراطي وحماية أشرف وشطب اسم مجاهد خالق من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ووقوف الولايات المتحدة بجانب الشعب الإيراني والشباب المنتفضين في إيران. وحضر المؤتمر نخبة من المتخصصين في الحقوق الدولية والإرهاب والسياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى سفراء وبعثات دبلوماسية من دول أوروبية والشرق الأوسط وباحثون في المؤسسات الفكرية الأمريكية. وقال لي هاميلتون: إني أشيد بوقوفكم في البحث عن الحرية من أجل الشعب الإيراني. إني متأثر جدا من الحركات الاحتجاجية التي عمت أرجاء الشرق الأوسط، وأعلم جيدا أن الأيام المقبلة هي أيام حيوية بالنسبة لإيران. فعلى أمريكا أن تنهض من أجل الدفاع عن القيم الأساسية لبلدنا. علينا أن ندعم الشعب الإيراني المطالب بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وأن أفضل فرصة أمام الولايات المتحدة للتطور فيما يتعلق بالعلاقات مع الشعب الإيراني أن تدعم المعارضة الإيرانية. ليس مفهوما بالنسبة لي لماذا أدرجت الولايات المتحدة اسم مجاهدي خلق في القائمة طيلة هذه السنين. إنني كنت على اطلاع بما يقال بالملفات السرية ولم أرى فيها ما يبرر هذه التسمية. فعلى أمريكا أن تؤكد أن الحكومة العراقية عليها أن تفي بتعهداتها تجاه حماية أشرف، ويجب أن تضمن أمن وسلامة سكان أشرف. وبخصوص المشروع ذي المواد العشرة، وحسب ما فهمته فهذا هو الحل الثالث. إني طالعته وأعتقد أنه جيد جدا ما جاء فيه من تأييد لصناديق الآراء والنظام السياسي التعددي وفصل الدين عن الدولة والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة والنظام القضائي الحديث ودعم البيان العالمي لحقوق الإنسان والملكية الخاصة والتعايش السلمي وتأييد إيران حرة. الفريق بيتر بيس رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي من عام 2005 حتى عام 2007. ما جاء في المواد العشرة التي قرأت اليوم رائع. إني لو كنت مواطنا إيرانيا وبالتأكيد كمواطن في المجتمع الدولي أدعم كل ما جاء فيها. إني حاولت أن أفهم لماذا ما زالت الحكومة تصر على إبقاء مجاهد خلق في القائمة، ولكنني لم أجد ما يقنعني من دليل.
فبعض من الأشخاص أكدوا لي هذا الأسبوع أنه إذا ما سحبت أمريكا اسم مجاهدي خلق من القائمة فهذا علامة للنظام الإيراني بأننا قد غيرنا سياستنا تجاه النظام من تغيير السلوك إلى سياسة تغيير النظام الإيراني. وكان ردي: إن كان تغيير السياسة هذا فهو ستكون فكرة جيدة. الفريق هيو شيلتون رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي من عام 97 حتى عام 2001. قضية إيران أصبحت معقدة كون أكبر مقاوم منظمة أمام النظام الحاكم في إيران أي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أدرجت في القائمة، وباعتقادي هذا كان خطأ يجب تلافيه بسرعة، ليس غدا وإنما الآن. النظام الإيراني هو أكبر مصدر للإرهاب الحكومي في العالم، ولكننا وبتصنيفنا مجاهدي خلق قد أضعفنا أقوى مقاومة منظمة داخلية ضد أكبر نظام إرهابي ومعاد للديمقراطية في العالم، وهذا أمر مثير للخجل. يجب أن يتغير النظام الإيراني، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي منظمة يخشاها النظام الإيراني، وأن مسير مجاهدي خلق هو مسير واضح يجب أن تقطعها إيران. الفريق مايكل هيدن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من عام 2006 حتى عام 2009. النظام الإيراني في طريقه للحصول على قدرات نووية، فكانت سياسة النظام تسهيل قتل الجنود الأمريكان والائتلاف في العراق، وهذا ما تبناه كبار المسؤولين في النظام. فسياسة التعامل والعقوبات لا يمكن أن تؤدي إلى تغيير سلوك النظام الإيراني. بيل ريتشاردسون مرشح الرئاسة الأمريكية وزير الطاقة الأمريكي من عام 98 حتى عام 2001. إني أشعر تسرع التطورات في الشرق الأوسط وفي إيران والطبيعة القمعية للنظام الإيراني في رده على المتظاهرين. فأحداث الشرق الأوسط هو انعكاس لتعطش الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية ومن أجل إسقاط الدكتاتوريات التي قيدت حرية الشعوب. وفيما يتعلق بإيران فأول خطوة هي شطب مجاهدي خلق من القائمة، وحماية أشرف أمر في متناول اليد، وعلينا أن نعمل من أجل ذلك. فمقاومتكم هي حركة لا تريد المال ولا السلاح، وهي حركة تريد أن تعمل بحرية من أجل استيفاء الحقوق الديمقراطية، وهذه هي ظاهرة لم أراها في أي نقطة في العالم. مايكل موكيسي وزير العدل الأمريكي من عام 2007 حتى عام 2009. الولي الفقيه للنظام الإيراني ادعى في خطبة تلاها باللغة العربية بأن أحداث مصر هي امتداد للثورة الإيرانية، إلا أنه أمر شخصيا في عام 2009 بقمع انتفاضة الشعب الإيراني في طهران، ولم يخجل ورد هذا الأسبوع بوحشية انتفاضة الشعب الإيراني من جديد. وأعلنت وزيرة خارجيتنا هيلاري كلينتون عن دعمها لعشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا هذا الأسبوع في العاصمة الإيرانية، وأكدت نفاق النظام الإيراني الذي أشاد التظاهرات في مصر ولكنه قمع معارضيه. ورغم ذلك علينا أن نقضي على التناقض الذي تحملها سياستنا فيما يتعلق بالمعارضة الإيرانية. إننا وبتصنيفنا مجاهدي خلق أكبر حركة معارضة إيرانية منظمة وأقواها تنظيما، قد قيدنا هذا العنصر الذي يخشاه النظام الإيراني إلى أبعد حد. والتر سلوكوم مساعد وزير الدفاع الأمريكي من عام 94 حتى عام 2001. أفضل خيار هو التغيير على أيدي الشعب الإيراني. إني أعتقد أنني الوحيد الذي زار مخيم أشرف. أمريكا متعهدة أن تحمي المجاهدين المقيمين في المخيم. علينا أن نجد حلا لضمان الأفراد المحميين، فهناك تعهدات في هذا المجال. السفير ديلدلي مدير دائرة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية من عام 2007 حتى عام 2009. في منطقة الشرق الأوسط سمعت دقات الساعة في تونس وسمعت دقات الساعة في مصر، والآن تسمع دقات الساعة في إيران. لم يكن أحد يتوقع الثورات في تونس وليبيا ومصر والبحرين واليمن، إلا أنه بكل عجب قد حدث ذلك.
السناتور روبرت تويسلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من نيوجيرسي من عام 97 حتى عام 2003. عربة التاريخ تتقدم وتقترب الآن موجة هائلة تحوي على أمل كبير وعطش الحرية إلى سواحل إيران. ما كان يبدو مستحيلا يوما ما أصبح الآن لابد منه بنوع ما. فأقل ما علينا هو تصحيح ما حدث من ظلم كبير. إننا جميعنا نعرف ما هي الحقيقة. منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أدرجت في القائمة في إطار استراتيجية المساومة مع حكومة طهران، ولكن هذه السياسة باءت بالفشل وحان الوقت لكي ننهيها إلى الأبد.